بعدين خلصنا هون، وقفنا آخر شيء لما حكينا عن لما بيكون عندنا سي ار في او او بي ار في او. تمام، حكينا كيف بيكون شكل هالبي ار في او. دائما بيكون في عندنا برانش، فبيكون سوبيريور او انفيريور او انفيريور. ودائما الفين لما بيكون في اوكلوجن معناته على الاكيد في عندنا ليكج، في عندنا بليدنج. هذول مثلا عندنا برانش، الانفيريور برانش والسوبيريور برانش من البي ار في او. هلا لما بيكون عندنا ريتنا الباسكولار اوكلوجن، بدنا نعرف شو البروجنوسز لإله والمانجمنت للتريتمنت. هلا 50% بعد التريتمنت للي هو للبي ار بي او، في حال كان نون اسكيميك ممكن يرجع الفيجن 6 على 12 او بيتر، ومش دائما. تمام، في حاله واحده كان عندنا بي ار بي او وكان نون اسكيميك. نون اسكيميك حكينا الاسكيميك هو اخطر نوع، والبروجنوسز لإله سو باد، خاصة إذا كان اسم هو اسكيميك سي ار في او. برضه من الأشياء اللي صعب عليها تساعدنا إنه نحدد الأوتكم، بروجنوسز معناها أوتكم مش دايجنوسز. تمام، إنه لما بيكون عندنا فاسكولار أوكلوجن بصير عندنا كومبليكيشنز، ممكن تعمل فيجن ثريت تهدد الفيجن، فإنه هذا البيشنت بيكون ات ريسك تو لوز هيز فيجن. برضه بتعمل عندنا كرونيك ماكلر اوديما، يعني كل فتره او بتصير الكرونيك اوديما، يعني شيء موجود دائما هذا البيشنت عنده ماكلر اوديما وبحاجه لتريتمنت متواصل. وبرضه بما انه في عندنا بليدنج وفي عندنا ليكج، فرصه النيو فاسكولاريزيشن بتكون هاي، فعشان هيك هذا البيشنت عنده بور، يعني عنده البروجنوسز بيكون سيء في اغلب الحالات. بينما في حال كان اسكيميك، يعني هذا يعني صعب كتير انه يرجع البيشنت للوضع اللي كان قبل. هلا التريتمنت للبيشنتس اي ثينك انه اخذناهم بس مش مشكله. هلا في عندنا اللي هو ليزر تريتمنت للماكيولار اوديما، للاماكن اللي فيها نيو فاسكولاريزيشن، نيو فيسلز، اماكن اللي فيها بليدنج. لكن الماكيولا اتسلف ما بنعملها ليزر، هي منطقه اللي هي الفوفيال ايفاسكولار زون، هاي المنطقة احنا بنحاول نعمل اللي هو الليزر تريتمنت على شكل مثلا جريد، اللي هو على شكل شبكة بيكون اراوند منطقة الماكيولا، فبنعمل جريد فوتو كوغيوليشن. لكن منطقة الفوفيال ايفاسكولار زون حكينا والماكيولا اتسلف مستحيل نعملها ليزر. تمام، برضو هذا البيشنت بما انه في عنا هيموريج بنعمل له اللي هو انترافيتريال انجكشن، يلي هو بنعطي اوزيدكس، بنعطي انتي في جي اف حسب الكيس لهذا البيشنت. التريتمنت للنيو فاسكولاريزيشن عن طريق برضه اللي هو ليزر وبرضه انتي في جي اف. هذا البيشنت لازم ينعمل له كلوز فولو اب تقريبا كل 4 اسابيع، احيانا كل 6 اسابيع، ديبند على السيفيريتي لهذا البيشنت. اذا ضلت النيو فاسكولاريزيشن برضه بدنا نعمل فيرذر تريتمنت لها، مور ليزر ممكن يستخدمه يلي هو اللي هو الليزر بيكون على كل البريفري. تمام، اللي هو بنسميه بي ار بي ليزر، ويزيدوا مثلا فتره اللي هو الانتي في جي اف انجكشن. هذا البيشنت بكل زياره بما انه عم يعمل فولو اب، انا كيف بدي اعرف نتائج الشيء اللي انا عملته لهذا البيشنت؟ عن طريق اني كل فتره اعمل ريبيت للاف اف اي. حكينا بما انه هو انفيزيف انا ما بقدرش استخدمه لكل البيشنتس، له سايد افكت جدا قوي، ممكن البيشنت يموت اثناء الانجكشن. فممكن نستخدم الى جانب الاو سي تي اي اللي هو نون انفيزيف تكنيك عن طريق الاو سي تي، بس بيكون بدون اللي هي ريد فلتر، بيكون معه ريد فلتر او اللي هو بيكون بلاك اند وايت بنشوف. هلا هون رجعت جمعت لكم زي كونكلوجن للريتنال بين اوكلوجن، كيف بيكون الفندس اللي هو بيكون عنده هيموريج، بيكون عنده فليم شيب هيموريج، بيكون عنده دوت بلوت، لكن الفليم هي المور كومون. الكوتون وول سبوت بتكون هارد اكزوديتس بيكون موجود عند هذا البيشنت، وتنسوش اللي هو الدايليشن والتورتوسيتي اللي هو بيشبهه تقريبا المشاكل اللي بتكون عند البيشنت تبع الهايبر
تنشن. برضو هذا البيشنت بيكون عنده اي في كروسنج ونيكينج، لانه بالغالب سبب الاوكلوجن غالبا بيكون اللي هو السيستميك ديزيزز مثل الهايبرتنشن. الاو سي تي من اهم الاشياء والاف اف اي اللي بستخدمها بالانفستيجيشن لهذا البيشنت لحتى احدد السيفيريتي للماكيولار سويلينج، واعمل ريبيت للاسسمنت، واعمل مونيتور للكونديشن، وحتى اعمل مونيتور للتريتمنت، واعمل ابجريد مثلا كنا ليزر بعدين لا هذا البيشنت بده انجكشنز والى اخره، بده ريبيت مثلا more than once or twice بالنسبه للليزر. برضو الـ FFA كان في كتير معلومات قرأتها، كيف بيكتشفوه، كيف بيكون عنده delay بالفينوس فيلينج، كيف بيشوفوا البلوكيج تبع البلد. حسيتها معلومات كتير عليكم تعرفوها، فما حبيتش صراحة تفوتوا كتير in details، خاصة منه مش إحنا اللي بنعمل الـ FFA ومش إحنا اللي بنقرأ الـ results للتست. بهمني تعرفوا أهمية إنه نعملها طالما هذا البيشنت عنده هيموريج وعنده ليكج. صورة للذكرى بس اللي هم كيف بيكون شكل اللي هو الليزر، هذا اللي هو البي ار بي بيكون على الاطراف كلياتها، هذا بيكون شكل جريد اراوند الماكيولا شكل شبكه، لكن لاحظوا منطقه الماكيولا مستحيل يكون فيها ليزر مستحيل، او هذول اللي هم بيكونوا فوكال بيكونوا على منطقه معينه بالضبط بيعملوا لها ليزر. برضو هون مور فوتوس عشان تشوفوا كيف بيكون شكل يلي هو البي ار بي او لما بيكون سوبيريور، هون لما بيكون انفيريور. هون سي ار بي او بس لما بيكون اللي هي بصور مثل الاف اف اي او بصور مثل الاو سي تي اي. حدا عنده سؤال او عنده مشكله ب الفين اوكلوجن؟ تمام. هلأ اليوم رح نحكي عن الريتنال arterial occlusion وكيف بيكون شكل الفندس فوتوغرافي لهدول البيشنت لما بيكون عنده occlusion بالارتري مش بالفينز. إذا بتلاحظوا هاي الصورة ما عندنا bleeding ما في هيموريج، وبنلاحظ إنه كأنها الريتنا أو الفندس عنا جزء منه اللي هو superior part هو بيل لونه على وايت جاي لونه فاهي باهت تمام، بينما الجزء السفلي احنا بنشوف لونه عادي اورنج. هلا اي جزء تتوقعوا اللي هو السوبيريور او الانفيريور يلي فيه يلي هو المشكله او فيه ديزيز، الابر بارت او اللور بارت من الريتنا، الاشي النورمال يلي هو هون او بالانفيريور؟ بس اعتقد الابر نورمال. لا انا الابر او السوبيريور هو الاب نورمال، لانه ريتينا لازم تكون لونها اورنج، لازم يكون لونها اورنج. لحظه ما بيكون عندنا بيل كلر او بيكون عندنا وايت مايلي على وايت اكثر، هون هذا البيشنت ما فيش عنده بلاد، فيش ارتري، فيش ترويه كافيه لهذا البارت من الريتينا. تمام. هلا هذا السلايد كنت صراحه شايليته ورجعت ضفته بس عشان تعرفوا ايش الايتولوجي، ايش المسبب انه هذا البيشنت بيكون عنده الارتري، ايش الفجأة هيك فجأة البيشنت بيصير عنده اوكلوجن اللي هي الشرايين لهذا البيشنت. في شيء اسمه اثيروسكلروسيس، بعرف اذا بتعرفوها اخذتوها بالباثو، بعرفش اي ثينك باثو، اللي هو البيشنت بيكون عنده تصلب في الشرايين سببه thrombosis يلي هي بنسميها تجلط أو تخثر في الدم، وهذا الإشي بيزيد with the age، كل ما زاد عمر الشخص كل ما زاد فرصة إنه هذا البيشنت يصير عنده تخثر في الدم وتجلطات. مشان هيك عند عمر معين بصير ينعطى البيشنت الـ يعني الأولد إناف بصيروا يعطوه أسبرين أدوية معينة. هلا هذا الأثيروسكلروسيس بيكون متصاحب بالغالب مع بعض الأمراض منها الهايبرتنشن الكوليسترول والديابيتس. تمام. ها او سي بي بيهمنيش تعرفوه. ام
فيني تعرفوا هدول أهم ثلاث أمراض ممكن إنه يجوا مصاحبين مع الأثيروسكليروسيس أو مع تصلب الشرايين. بالتالي هذا الإيتولوجي أو هذا هو المسبب ليصير عندنا ريتنال آرتري أوكلوجن. برضو في عندنا إشي بنسميه كاروتويد إمبوليزن، اللي هو برضو اللي هي عبارة عن خثرة أو تجلط، ممكن تكون سببها كوليسترول، ممكن تكون كالسيفيكيشن، ممكن تكون فيبرين موجودة في البلد، بتروح على منطقة معينة بتعمل obstruction، بتسكر عنا منطقة اللي هي اللي بيمشي فيها البلد. تمام، بس هاي بهمني تعرفوها ايش هو المسبب. patient عنده retinal artery occlusion، هذا البيشنت عنده فرصة انه هذا البيشنت يصير عنده ستروك، يصير عنده جلطة. وين مكان الجلطة؟ حسب وين مكان التسكير، ممكن تكون جلطة في الدماغ وهي أعلى فرصة، أنه العين وين موجود مكانها؟ في الهيد. فهذا البيشنت عنده فرصة كبيرة يصير عنده ستروك اللي هي بالدماغ خلال عدة أيام، ممكن لعدة ساعات. هاي الستروك ممكن تصير بعد ما هذا البيشنت يصير عنده ريتنال آرتري أوكلوجن، أو إشي بيجي البيشنت بيشكي أنه فجأة صار عنده ترانزيينت لوس أوف فيجن، صار عنده فقد النظر كامل بعين بشكل مؤقت ورجع مرة تانية يشوف فيها. بنسمي هاي الشغلة بنسميها أموروسيس فوغاكس، اللي هو الترانزيينت لوس أوف فيجن، بشكل مؤقت صار عنده لوس بالفيجن، خلص صار بلاك بيشوف، ما بيشوفش من هاي العين، فجأة رجع العين الفيجن طبيعي. فهي أكبر دليل إنه هذا البيشنت صار عنده ريتنال آرتري أوكلوجن. بالتالي هذا البيشنت خلال أيام أو ساعات آت ريسك إنه يصير عنده ستروك. فبعد ما يجي البيشنت على العيادة بيشكي من هاي المشكلة، مباشرة بتم تحويل هذا البيشنت لسبيشاليست، لأخصائي، عشان ينعمل له صور أو سي تي وأم آر آي، مباشرة ياخذوا إجراء. تخيلوا العين هاي كشفت ممكن جلطة البيشنت فعليا يموت فيها. هلا ايش التايبس تبعون الريتنال ارتري اوكلوجن؟ في مثل ما في عندنا بي ار في او لا وسي ار في او لا اللي هو الفين اوكلوجن، برضه في عندنا برانش ريتنال ارتري اوكلوجن اللي هو بي ار اي او برانش ريتنال ارتري اوكلوجن، في عندنا سنترال ريتنال ارتري اوكلوجن، والشيء الجديد هون رح ناخذه اللي هو السيليو ريتنال ارتري اوكلوجن. ليش شيء اسمه سيليو ريتنال ارتري اوكلوجن؟ لانه منطقه الماكولا بعرفش اذا اخذتوها في الاناتومي، النيورشمنت تبعتها البلد سبلاي لها مش الريتنال ارتريز، تاخذ التغذيه تبعتها من السيليو ريتنال ارتري اللي هم الكورويد بتكون. تمام، سيليو من كورويد، سيليو ريتنال ارتري هي شبكه من الارتريز بتكون في الكورويد، هي بتعمل تغذيه لمنطقه الماكولا. تمام، فهي برضو منطقة بصير فيها أوكلوجن في بعض الأحيان. هلا إيش بيجي البيشنت عنده ساين وسيمتومز على العيادة؟ زي ما حكيت لكم إيش بيجي البيشنت عنده sudden vision loss، بيكون مثلا بيشوف 6 على 6 فجأة لا counting finger أو no light perception black، نهائيا ما بيشوفش الضوء. تمام؟ أحياناً بيكون السنترال فيجن لهذا البيشنت بيكون سبيرد، في بعض الأحيان سنترال فيجن عنده ما بيتأثر. متى ما بيتأثر هذا الفيجن؟ إذا كان عنده التسكير في اللي هي الشرايين في منطقة الريتنا، لكن باستثناء منطقة السيليو ريتنال آرتري، لأنه منطقة السيليو ريتنال آرتري هي المسؤولة عن مين؟ عن الماكولا. فإذا الماكولا ضلت سبيرد ما فيش فيها إشي ما تأثرت، فالسنترال فيجن بضل سبيرد لهذا البيشنت. هلا لما البيشنت بيجي على العيادة عنده no light perception، بالغالب بيكون عند هذا البيشنت بنشك عنده إشي بنسميه GCA. GCA اختصار لجيانت سيل أرترايتس، وهذا نوع من أنواع الديزيزز، وبرضه هو systemic disease، وكتبت لكم اسمه لحتى تروحوا تقرأوا عنه. تمام؟ هذا لازم تروحوا تقرأوا عن هذا الديزيز، لأنه جدا بيأثر على العين، ورح ينذكر كتير اسمه بمحاضرات جاية، مش رح أعطي عنه تفاصيل لأنه هذا يعني لازم أنتوا تعرفوه صراحة. فالجي سي اي بيعمل توتال أوكلوجن بالريتنا وبالكورويد، يعني الريتنا
يعني الريتنال ارتريز البرانش والسنترال بيكونوا اوف التوتال اوكلوجن، وبرضه منطقه السيليو ريتنال ارتريز برضه بتكون فيها اوكلوجن، فبالتالي هذا البيشنت بيجي عنده نو لايت بيرسبشن، بلاك، ما بيشوفش ولا شيء. هذا الارتري اوكلوجن برضه بتكون بينلس اكسبت اذا كان عند البيشنت جينت سيل ارترايتس لانها هي بينفول، وبتعمل other diseases، بتكون مسؤولة عن other diseases رح ناخدهم I think next lecture. برضو البيشنت من الساينز اللي أنا بشوفها عنده بيكون عنده rabid اللي هو relative afferent pupil defect، بيكون عند هذا البيشنت بالعين اللي فيها الأوكلوجن إما right أو left. هلا إذا كان عنده branch artery occlusion هذا البيشنت ممكن يكون عنده mild rabid، لكن إذا كان عنده central retinal artery occlusion فبيكون عنده الربد بتكون عندنا profound أو بنسميها total كامل، بشوف الربد واضح عميق الديفكت اللي هو عامله، تمام. وبرضو هذا البيشنت بالهيستوري تبعه لازم يذكر إنه صار عنده transient loss of vision، transient loss of vision اختصارها LOV مش love LOV، تمام. فبنسميها amaurosis fogax، كثير رح تشوفوا هذا المصطلح بالمحاضرات اللي رح تيجي. هلا كيف بيكون بالساينز، كيف انا لما اجي اعمل فندس فوتوغرافي واعمل انفستيجيشن للفندس ايش اللي بشوفه؟ هلا الوايتند ريتينا او بنسميها البيل اريا من الريتينا، تمام، هي بتكون مكان المشكله. هلا اذا كانت المشكله عباره عن برانش ريتينال ارتري اوكلوجن فانا بلاحظ في عندي اللي هي منطقة البرانش إما superior أو artery occlusion، بس المنطقة يلي تأثرت يلي صار فيها الأوكلوجن للأرتري. هلا الشغلة مميزة جدا 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 حتشوفوها بكثير صور لما بيكون عنا central retinal artery occlusion. اعطوني ثواني بس، ثواني. هلا لما بيكون عندنا central retinal artery occlusion هذا البيشنت بتميز بوجود اللي هي ايش بنسميه cherry red spot. شايفين هاي؟ هاي ريتنا كلياتها بيل، كلياتها. فهذا البيشنت عنده CRAO، لكن انتبهوا لمنطقة الماكيولا حمراء زي التشيري اللي هي الكرز الأحمر، تمام؟ فبنسميها تشيري ريد سبوت بالكيسز اللي بيكون عندهم سنترال ريتنال ارتري اوكلوجن. ليش هاي المنطقة لونها أحمر؟ السبب إنه هاي هي الماكيولا. هلا كل العين، نتخيل إنه كل العين طفى فيها الضوء صار فيها اوكلوجن كلياتها، لكن هذا الضوء هون ضل ضاوي لانه هي بتاخذ التغذيه تبعتها والكلر تبعها من السيليو ريتنال اريا، فما تغيرت هاي المنطقه، تمام. فهاي بنسميها تشيري ريد سبوت ان كيسز البيشنت بيكون عنده سنترال ريتنال ارتري اوكلوجن. من الاشياء اللي جدا مميزه برضو هذا البيشنت لما بدنا نشيك الريتنا مثل ما انتم ملاحظين بالصوره هاي، اذا منتبهين على شكل البلاد فيسلز كلياتها اتنيويتد، كلياتها ملتفه فيها تعرجات، مش هيك بيكون شكل النورمال. مثلا قارنوا هاي هذا البارت بهذا البارت، تمام. وبرضه بيكون في عندنا ثيننج بمنطقه الفين والارتريز، وبرضو احيانا ممكن نشوف اللي هي الامبولاي اللي هي نقطه التجلط اللي عملت عندنا هذا الديزيز. هلا البيشنت اللي عندهم ارتري اوكلوجن حكينا مستحيل هذا البيشنت يكون عنده هيموريج، مستحيل، تمام. في حال وجد هيموريج هذا البيشنت بيكون عنده فين، مشكله بالفين، ما بيكون عنده مشكله في الارتريز. حد عنده سؤال؟ في حدا المايك عنده فاتح؟ تمام.
هلا هاي الصوره لريتنال ارتري اوكلوجن كلياتها لونها بيل الا المنطقه هاي مثل ما انتم شايفين اللي هي تشيري ريد سبوت، مش واضحه مثل هاي لانه هاي رسم، مو واضحه مثل هاي، هاي رسم تمام. هلا منطقه السيليوريتنال ارتري اوكلوجن اللي هي المنطقه اللي بتعمل سبلاي لمنطقه الماكولا، اول إشي هي ايزوليتد، يعني ممكن انه يصير عندنا تسكير بهاي المنطقه لحالها، يعني كل الريتنا تكون البلد سبلاي تبع الارتري وكل شيء تمام باستثناء هاي المنطقه، تصير فجاه يصير في عندنا اوكلوجن بالسيليوريتنال ارتري. هاي المشكله اذا صار فيها اوكلوجن بالسيليوريتنال ارتري بيكون سبب المشكله بالغالب مرتبط بديزيز بنسميه فاسكولايتس، بيكون في عنده انفكشن او انفلاميشن بالبلد فيسلز. هلا لو صار في عندنا سي ار في او، صار في عندنا سي ار في او بكامل الريتنا وضلت منطقه السيليوريتنال ارتري سبيرد ما صار فيها اي مشكله، هاي الكيس بنحكي انه هذا البيشنت عنده جود بروجنوسيس، لانه بيهمني مين؟ بيهمني الماكولا، الماكولا ضل فيها بلاد سبلاي، ضل السنترال فيجن سبيرد ما تاثر، 80% من هدول الكيسز الفيجن بضل في عنده جود بروجنوسيس انه هذا الفيجن يرجع لو بنسبه كويسه انه يرجع يشوف، ممكن 6 على 12 ممكن 6 على 9 يوصل. لكن في حال هذا البيشنت كان عنده سيليوريتنال ارتري اوكلوجن وكان متصاحب مع الجاينت سيل ارترايتس او ديزيز ثاني رح ناخذ المحاضره الجايه اللي هو الاي اي او ان، هو الانتيريور اسكيميك اوبتيك نيوروباثي، anterior ischemic optic neuropathy، في NAION وفي AION وفي AAION هناخدهم إن شاء الله المحاضرة الجاية، بس بهمني أن تعرفوا أن AION هذا الديزيز اللي هو anterior ischemic optic neuropathy بالغالب بيكون متصاحب مع GCA، هدول الاثنين إذا اجتمعوا مع سيليوريتنال artery هذا البيشنت عنده poor prognosis، يعني فرصة انه هذا الفيجن يرجع للنورمال او قريب النورمال very low، مستحيل احي في بعض الاحيان تمام؟ لانه هذا البيشنت مش بس بيكون عنده مشكلة بالفيجن برضو بيكون عنده مشاكل بالفيجوال فيلد. بيكون متصاعد لما يكون عندنا سيليوريتنال ارتري اوكلوجن بيكون عندنا من اسمها انه منطقة السنترال منطقة الماكيولا راحت بيكون عندنا سيفير loss of vision، central vision راح توقف تمام، بيكون عنده تقريبا no light perception في بعض الحالات، برضو بيكون هذا البيشنت عنده localized retinal clearance مش بشكل مثلا انه بيشوف عتامة على بيشوف اشي قدامه مثل عتامة مش شايف من خلالها اشي، ولما نيجي نعمل لهذا البيشنت FFA فبنلاحظ انه عنده filling defect، في عنده مشكلة بالfilling defect بمنطقة السيليوريتنال artery. شايفين هاي الصورة؟ هاي ريتنا كلياتها لونها الأورنج النورمال اللي إحنا متعودين عليه، لكن هاي المنطقة اللي هون شايفينها هاي منطقة السيليوريتنال آرتري اللي فيها الأوكلوجن، لاحظوا إنها بيل وبيكون شكلها هون ما فيش أوردة، ما في اللي هي آرتريز يصير لها فيلينج بهاي المنطقة، شايفين كيف هي ما فيها آرتريز، ما فيها بلاد فيسلز واضحين مثل باقي الريتنا، فهذا البيشنت عنده سيليوريتنال ارتري اوكلوجن. هلا في عندنا مجموعه من الصور، هدول الصورتين عند البيشنت سنترال ارتري اوكلوجن او برانش ارتري اوكلوجن. وينكم تالتة؟ مس سنترال لاحظي الكولرز، سنترال او برانش؟ برانش لانه فوق نورمال، لا فوق مش نورمال، فوق اللي هو البيل هذا الابنورمال اريا، هاي المنطقه البيل، هاي المنطقه الوايد، هاي منطقه الديفكت، هو عنده بي ار اي او بالسوبيريور كوادرنت من الريتنا، هذا المنطقه هون، هذا اللون الأورنج اللي تحت هذا النورمال، برضو نفس الصورة هاي، هاي البارت هون شايفينه، هذا
برانش برضو superior part من الريتنا، بينما الجزء السفلي أو inferior part هو النورمال لهذا البيشنت. تمام. أوكي. هدول الصور، إيش عند البيشنت بهاي الصورة اللي فوق؟ برانش أو سنترال، وإيش ميز إيش ميزتها؟ سنترال بس لأنه في شري. ممتاز. هاي سنترال ريتنا الارتري اوكلوجن لانه في عنا تشيري سبوت شايفينها، كل الريتنا لونها بيل كامله. هاي المنطقه مين بيحكي لي ايش عند هذا البيشنت؟ ايش هاي المنطقه عند هذا البيشنت؟ انت حابه تكوني معبى الصور؟ نعم صح، اتوقع بوث. ركزي، هاي المنطقة، هاي هالمنطقة اللي لونها أبيض، هاي بس هاي برانش، بس في كمان نقطة صح في مثل تشيري ولا لا؟ لا اوكي اتوقع برانش. لا مش سنترال يا رؤى. النورمال مثلا No. سيليو ريتنال ارتري اوكلوجن، منطقة السيليو ريتنال اوكلوجن كل العين عادي فيهاش مشكلة الا هاي المنطقة بس فيها البيل فيها الديفكت، فهذا عنده سيليو ريتنال ارتري اوكلوجن. تمام 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 تعالتي والله لتشوفوا صور عجايب بالامتحان، ركزوا. شايفين هاي الصورة؟ صراحة اخترتها لأفرجيكم شغلة. تقدروا تحكوا لي وين منطقة الأوكلوجن أو وين منطقة الإمبولس اللي هي منطقة التسكير عند هذا البيشنت؟ حكيت لكم واحدة من الساين إني أقدر إني أشوف التسكير عند البيشنت. حدا بيقدر يميز مكان التسكير؟ أو يحكي لي وين فوق تحت؟ من هاي الصورة اللي فوق. من سوبيريرلي ركزوا ركزوا انا حاسه بالصورة. كمان انا حاسه فوق بعرفش ليه. لا شوفوا شوفوا السؤال عندنا وين الامبولس وين الامبولاي وين الاوكلوجن، يعني ايش الامبولاي اللي هلا هون؟ سوري بس ارجع لك بس في نقطه بيضاء. ممتاز قلت لكم هون نيزلي برجع. ممتازه شفتوا هاي حكيت لكم هدول هو بتكون في عنا نقطة عاملة التسكير، إما بتكون كوليسترول أو ممكن كالسيفيكيشن أو فيبرين، أو بيكون في عنا كوليسترول ممكن عاملة التسكير اللي هي إمبوليزم. هون بدي أشوفها بتبين على اللي هي. ممتاز تقوى. مين اللي حكت؟ في حدا حكى غير تقوى بالتشات؟ أنا هلا أصير فضيلة أسيل، شايفين هاي النقطة البيضة اللي هون لامعة بتلمع؟ هاي هون في نقطة بيضة، استخدوا السلايد حتشوفوها كتير واضحة. هون هيها نقطة بيضة، هيها جوا البلد جوا الفيسلز، هاي هي الامبولس، هاي هي اللي عاملة كل التسكير عند هذا البيشنت. فبالتالي بتوقع هذا البيشنت يكون عنده برانش ريتنال ارتري اوكلوجن بالانفيريور بارت لانه هياتها الامبولاي هيها تحت هون. ممتازين تقوا أسئلة، ملاحظتكم ممتازة. شايفينها هون؟ هيها نقطة بيضة. حدا ما شاف أو حدا على الأقل بس شوفوا وين الماوس، بس تاخذوا السلايد تشوفوها براحتكم. هلا نحكي عن التريتمنت. هلا بالنسبة في صبية المرة الماضية سألتني عن التريتمنت اللي هي الارتري اوكلوجن، للأسف ما فيش effective treatment لا الارتري اوكلوجن، خاصة إذا مر على السيمتومز تبعت البيشنت أكثر من 24 hours. والدمج يلي بيصير خلال ساعة ونص لساعتين من بعد الاوكلوجن، الاوكلوجن اللي هو صار في عنا خلص سكر الارتري صار في عنا تسكير، بيكون irreversible. للأسف علاجه من أصعب الأشياء يلي ممكن تتعالج عند البيشنت. تمام؟
هذا البيشنت زي ما حكيت لكم قبل، لحظة ما بصير عنده اوكلوجن بالريتنال ارتريز بيكون هذا البيشنت عنده مشكله، عنده ريسك فاكتور انه هذا البيشنت خلال ساعات، خلال يوم يومين، انه هذا البيشنت بصير عنده اذر سيستميك كومبليكيشنز او بروبلمز، اللي هي مثل الستروك، او يصير عنده كارديو فاسكولار او سيريبرو اللي هو مشكله في الدماغ. هلا أصلاً مرات بيحكوا أنه الأرتري لما الأكسجين ميمشي بتحمل أكسجين، إذا ما وصلت للمناطق معينة بتموت، يعني هذا لما نيجي نقيس على البرين، فكيف على العين؟ صح. لا، وكمان المشكلة اللي بتصير في العين، هلا منطقة التجلط تمشي بتنتقل. بعرفش إذا عمركم شفتوا بيشنت صار عنده مثلاً جلطة في الإيد مثلاً في منطقة معينة، هذا البيشنت بضل كل فترة يعمل تشيك أب، لأنه هاي التجلط يلي صار في الإيد هو بعيد عن مثلاً نحكي البرين أو الهارت، لكن هي بتمشي لأنها بتمشي مع البلد، مع البلد ستريم، فممكن تنتقل لمنطقة الكارديو فاسكولار، لمنطقة السيريبرو اللي هي منطقة الدماغ. ممتاز، رؤى في جلطات متحركة، يعني ما بتضلها في مكان ثابت، فهاي بتتحرك مع البلد ستريم، تروح من منطقة لمنطقة، لأنه بتعرفوا الارتريز لسه بتروح على مناطق، يعني الجسم كلياته أدق blood vessels موجودة في جسم الإنسان هي الموجودة في الريتنا. الريتنا هي أدق blood vessels موجودة في كل الجسم، فمشان هيك أي مشكلة بالblood vessels مباشرة ببين تأثيرها وين؟ على العين. ممكن البيشنت عنده مشاكل من الديابيتس في العين ولسه هو ما صار عنده مشاكل في البادي، اللي هي الكومبليكيشنز تبعون السكري على البادي، تمام؟ فهذا البيشنت مباشرة يعني رايت اواي بدنا نوديه على ميديكال تشيك اب او نعمل له ريفيرال لسبيشالست، نوديه مباشرة هلا تحويل على الامرجنسي على الطوارئ مشان ينفحص هذا البيشنت وينحط تحت مراقبة، بنعمل له او سي تي وام ار اي والى اخره من الاشعة والتصوير. هلا ببلشوا بهذا البيشنت علاجات في حال كان صار انه أقل من 24 ل 48 ساعة، تخيلوا إحنا نحكي عدد ساعات مش عدد أيام. هلا أول إشي ممكن يعملوا لهذا البيشنت بالنسبة للي هو الريتنال أرتري أوكلوجن، بيعملوا له السوباين بوستر أو بوزيشن. سوباين يعني بينيموا البيشنت على ظهره، بينام البيشنت على ظهره، يعني بيمد جسمه وبيكون راسه مستقيم، تمام. ممكن يعملوا له أوكيولر مساج لأنه ممكن يتحرك البلد الدم في هاي المنطقة، بيحاولوا يعملوا له أوكيولر مساج، يدلكوا له المنطقة حوالين العين، بيحاولوا إذا كان الاي او بي مرتفع يحاولوا قد ما فيهم إنه يعملوا ريديوس للاي او بي. ممكن يعطوه فازو دايليشن ميديكيشن اللي هي بتعمل بتزيد اللي هي البلد فيسلز، يعني بتوسع الفيسلز. في تكنيك بيسموه اللي هو ري بريثينج، بيستخدم ممكن هاي او 2 لهذا البيشنت عشان يمنعوا البيشنت يصير عنده اسكيميا. ممكن يعملوا الليزر اذا شافوا منطقه الامبولس او الامبولاي شافوهم بالريتنا، ممكن يعملوا لهم مباشره ليزر حتى يفتتوهم. في تكنيك تاني بيستخدموا شيء بيسموه هايبر بارك اوكسجين ثيرابي، مش مهم كتير تعرفوا عنه، كتبت لكم معلومة تمام كيف بنعمل، بس برضو هذا الاشي في احيانا له كونترا انديكيشنز انه ينعطى لكل البيشنتس. فهدول هم الاشياء اللي بتنعمل لبيشنت عنده ريتنال ارتري في حال كانت الاعراض خلال 24 ساعة ل 48 ساعة ظاهرة، ممكن ابلش بهدول التريتمنت. لكن الدمج بيكون irreversible خلال ساعة ونص لساعتين من الأكلوجين في بعض الحالات، خاصة إذا كان الأكلوجين بمنطقة السيليو ريتنال آرتري أو كان سنترال ريتنال آرتري، هدول بيكونوا أخطر والبروغنوسيز لإلهم أسوأ، خاصة إذا الماكيولا كانت involved. هلا بالنسبة للريتنال آرتري وبرضو نفسها للفين اوكلوجين، انتو انتو مش اوبتومترس، انا بضلي راسي بالاوثوبتك، تمام. كاوبتومترس ايش احنا الاشياء او ايش التست اللي بدنا نعملها لهذا البيشنت؟ اول واهم اشي بعمله للبيشنت ديتيلد هيستوري، لحظة ما البيشنت بالهيستوري بيحكي لي انه صار عنده ترانزينت لوس اوف فيجن، فهذا البيشنت مباشرة ببلش اعمل له فحوصات تبعون اللي هم الارتري اوكلوجن الاي اي او ان. هذا البيشنت بيكون
يعني عليك question mark إني أعمل التستات as soon as possible، وإذا هذا البيشنت فعليا ظهر عنده تسكير في بيل أريا في بليدنج في الريتينا، هذا البيشنت مباشرة يتحول على الإمرجنسي، لأنه زي ما شفتوا الساعة بتفرق لهذا البيشنت. برضو نفس الشيء بدي أخذ له vision neuro distance، بدي أعمل IOP، فدائما IOP بناخده قبل ما نعمل توسع للبيوبل دائما، فبعمل بشيك IOP قبل ما أوسع البيوبل، بعديها بعمل توسع إذا أنا بدي أشوف. طبعا التوسيع بهاي الحالة بيكون مناسب، ليش؟ في حالة عشان أشوف البريفري، لأنه أحيانا بيكون في المشكلة عندنا بالبريفرال، سو شفتوا superior و inferior ما بتكون بالضبط بالcentral، تمام، لأنه في عنا vein occlusion، في عنا artery occlusion، في عنا branch، في عنا central، فبهمني أشوف كل retina. إذا البيشنت كان عنده CRVO بنحاول إنه ما هذا البيشنت ما نوسعه، خاصة إذا كان عنده فرصة لروبيوتز، إذا هذا البيشنت كان عنده الأنجل نارو أنجل، فهذا البيشنت بنحاول إنه ما نعمل له توسيع، ما يعمل له توسيع إلا إذا الدكتور شافه ممكن يوصل في قطرة موسعة تكون أخف مخففة لهذا البيشنت. الOCT طبعا هذا it's a mandatory test، يعني compulsory، لازم هذا التست إجباري نعمله، تمام، لأنه هو اللي بوضح لنا إذا البيشنت عنده macular edema، بفرجينا اللي هي الريتنا والتغيرات اللي بتصير حواليها، وبرضه بساعدنا نعمل monitor للتريتمنت لهذا البيشنت. بحكيان زي ما قلت لكم قبل، دائما بتكون الصور أفضل وأوضح في حال كان هذا البيشنت dilated، عشان أقدر أشوف البريفري. أحياناً إذا كان البيشنت مثلاً عنده vein occlusion وكان عنده fresh bleeding، هلأ عنده bleeding، فهذا البيشنت ممكن ما أقدر أشوف الصور بوضوح، فالتوسيع بيكون أحياناً أفضل من إنه البيشنت يكون undilated. هلأ متى بيكون البيشنت عنده macular edema وبيكون عنده bleed؟ لما بيكون عنده vein occlusion. vein occlusion اللي عنده artery ما بيكون عنده macular edema، ما بيكون عنده bleeding، ما بيكون عنده هاي المشاكل، تمام. برضو الروبيوسيس بيكون فرصتها مش موجودة بالارتري، بالارتري occlusion أغلبها بتكون مع الفينز، أغلبها بتكون زي الروبيوسيس بتكون مع الفينز vein occlusion، تمام. في عنا تيست بيسموه blood blocking scan، بيحاولوا يشوفوا يعملوا سكان للبلد ويشوفوا وين مكان البلوكينج. برضو أحيانا بيعملوا هامفري فيجوال فيلد، هامفري فيجوال فيلد اللي هو الفيجوال فيلد تيست، بيعملوا undilated خاصة إذا كان عند البيشنت هاي IOP. والهامفري فيجوال فيلد بالغالب بنعمل undilated، أصلا بنعمل أول تيست قبل البيشنت يتعرض لإضاءات ولأشياء. الفندس إكزامينيشن يفضل يكون البيشن دايليتد عشان يقدروا يشوفوا البريفري وكل الريتنال أرياز، والفندس فوتوغرافي مهم بالدوكومنتيشن، وأحيانا نضطر نعمل FFA بلس ماينس، ليش؟ لأنه في بديل يلي هو الـ OCTA، يفضل برضو يكون دايليتد لحتى يشوفوا كل الريتنال أريا، أنه ممكن الإمبولاي تكون موجودة بواحدة من البريفري، تكون كتير بالبريفري، فعشان إذا شافوها مباشرة يعملوا لها ليزر لأنه هي متحركة ممكن تنتقل لمكان تاني. هلأ لما بيكون عندنا الفاسكولار أوكلوجين، هذا البيشنت برضو بيكون عنده فيجوال فيلد ديفكت في أغلب الحالات، خاصة إذا كان عند هذا البيشنت GCA و AION، تمام، هذا البيشنت بيكون عنده فاسكولار أوكلوجين. هلا ممكن يكون في عنا بيشنت عنده مشكلة اللي هو مرض الفاسكولار أوكلوجين بلس إنه عنده جلوكوما، تخيلوا عنده جلوكوما، تعرف الجلوكوما يعني دائما عنده فيجوال فيلد ديفكت بلس إنه عنده ريتنال فاسكولار أوكلوجين، فهون مهم جدا إنه هذا البيشنت يكون عندي الهيستوري تبعه، ايش نوع الديفكت يلي كان. تعرفوا كل زياره بيشنت لجلوكوما بنعمل له فيجوال فيلد تيست، فانا ما اشوف في اختلاف وكبير ومختلف عن الفيجوال فيلد ديفكت اللي هذا البيشنت كل 6 اشهر مثلا نحكي نعمل له تيست، فهذا البيشنت بيكون في عنده كويستشن ماركس في حال كان عنده فاسكولار اوكلوجن ساين وسيمبتومز بلس لجلوكوما يلي عنده. نوع الفيجوال فيلد ديفكت اللي بيكون في حاله الفاسكولار اوكلوجن بيكون ابسولوت، يعني خدتوهم absolute relative اللي هي
بالفيل ديفكت مع دكتورة مي بالأجهزة، معرفش رح تاخدوهم. هلا الابسوليوت في حال زادوا الانتنسيتي دوعة الضوء، يعني ضلوا يزيدوا قوة الضوء انه العين تشوفه، هذا البيشنت ما رح يقدر يشوف. بينما الريلاتيف لو ازيد شوي من قوة الاضاءة اللي هو التارجت يلي البيشنت بيشوفه ممكن انه يشوفه، تمام؟ لكن ابسوليوت بيكون عنده زيرو، ما بيشوف لو ايش ما قويت الاضاءة. واللي بيكون عندهم vein occlusion بيكون عندهم highly variable field loss، يعني كل شوي بتغير الفيلد loss لأنه مكان الهيموريج بيتغير، الهيموريج بينتقل، الدم عم بيصير عم ينزل، تمام؟ ممكن هلا يكون الأوكلوجن ببرانش معين رجع زاد هذا الأوكلوجن، زاد كمية الليكش، فبالتالي بيكون عنا variable بالفيلد loss، كل مرة بلاقي الفيلد loss مختلف شكله. هلا إيش اللي بيساعدني أعرف التغير عند هذا البيشنت؟ هل هو vascular أو هل هو جلوكوما changes؟ الجلوكوما عند هذا البيشنت، البيشنت ما عنده كنترول، نحكي ما عنده التزام بالقطرات، يعني هو البيشنت نحكي كيرلس، تمام؟ كيف بدي أميز هاي الزيادة أو هذا التغير اللي أنا عم بشوفه بالفيجوال فيلد تيست؟ هل هو سببه جلوكوما changes عم بتصير عند البيشنت كمثال إحنا عم نحكي، أو سببها الفاسكولار أوكلوجن عم تلعب دور بالفيجوال فيلد؟ حدا عنده فكرة؟ I think بالجلوكوما الفيجوال فيلد لوس بيكون مكان معين، I think ما بتغير، ممكن هون بتغير، يعني مرة بيكون الجلوكوما بيزيد. هو اذا كان البيشنت كيرلس اكيد رح يزيد، لكن اذا كان ممتضى ممكن يعني يتحسن مع الوقت. بس انا قصدي انه مثلا بيكون مثلا بالبريفرال عند بيشنت الجلوكوما، واللي بيكون عنده فينس ممكن مختلف مره بالبريفرال مره نازل. اتوقع طبعا فيش يكون نفس مكان الجلوكوما مثلا وزادت. هلا بهاي الحاله بنروح نعمل او سي تي، نعمل OCT. هلأ الـ OCT لما بيكون عندنا جلوكوما في أماكن بيكون فيها thinning، بيكون فيها thinning، بتكون الريتنا فيها thinner area من مناطق أخرى. فهي الأماكن رح أفرجيكم إن شاء الله بلكي يوم الأحد، أتوقع الأحد، ما أعرف إذا قدرت الخميس، ما في جهدرات الأحد الأحد ثلاثة حأشوف ثلاثة لا اللي هو الخميس، بلكي قدرت أعمل محاضرة ألاقي معلومات بسيطة عن الفيجوال فيلد تيست، لأنه بديش صراحة أفوت على مادة دكتورة مي لأنه هي رح تشرح لكم الفيجوال فيلد إن ديتيلز. أنا بس بهمني هذا الرسم تعرفوا تقرأوا لي إياه عشان تحلوا زي ما أنا بدياكوا تحلوا في الامتحان عندي، تمام؟ فهذا الريزلت هاي عند البيشنت أنا طلعتها من الفيجوال فيلد، بروح باخذ البيشنت على جهاز الـ OCT. هلأ الـ OCT المفروض يفرجيني في معنى وقت للمحاضرة، معنى 4 دقائق بلحش أدور لكم على صورة، تمام؟ فبحاول من رسمة الـ OCT لما بتكون عندي منطقة الـ Optic Disc في لون أحمر ولون أخضر، حفرجيك إياهم بالمحاضرة الجاية. بتكون الخط تبع الثينر اريا بتكون مثلا نازلة على الأحمر، فإذا هاي المنطقة يعني عملت ماتشنج، المناطق الثين اريا بالريتنا عملت ماتشنج مع شكلها بالفيجوال فيلد، كان في ماتشنج، بعرف إنه هذا من الجلوكوما، لأنه هذا الفيجوال فيلد لو سببه في صار عندنا زيادة ثينينج، في عندنا structural changes عم بتصير بالريتنا، فبالتالي صار في ماتش، هذا صارت more thinning، زادت الأمور، فبالتالي هيها على visual field مبين وواضح كيف صار functional changes لهذا البيشنت. structural على الـ OCT شفتها، functional شفتها بالـ visual field، فإذا ماتش تمام هذا البيشنت جلوكوما. إذا كانت لا مختلف، هون عم بيصير إشي مختلف بالفيجوال فيلد، ما دخلوا باللي عم بيصير بمنطقة الـ OCT بالأوبتيك ديسك، فهذا البيشنت غالبا بيكون في عنده other diseases هو سبب هذا اللي تشينج اللي صاير عند البيشنت. إذا البيشنت كان عنده مشكلة بالفاسكولار بالارتريز أو بالفينز مصاحب للجلوكوما بحكي هذا سببه vascular changes، كان عنده ديزيز تاني بيأثر على الفيجوال فيلد بيكون هو السبب، مش دائما الفاسكولار، ممكن يكون ديزيز ثاني برضه بيعمل فيجوال فيلد ديفكت غير الفاسكولار وما عنده جلوكوما لهذا البيشنت، تمام؟ هذا عنده سؤال؟